كبروا لهم كيات جال دي شنو اذا انتم غاديين نفس المكان اذا ليش كتضربوا شنو المشكله تو بروبليم كياهي في الاخير قالوا اذا انتم غاديين نفس المكان كياهي بروبليم تو بروبليم كياهي كياهي يعني اذا شو المشكله يو ترجمي لي شي حاجه بالهنديه مثلا فين غادي بالهنديه ها ابيك هاج انت اش كيدير اش جاي يدير ني ني دابا انت فين غادي جابوا لنا الهواء في نصاصه الليل اشي واخا ندوزو للغنى الاغاني درتي كليبات درتي بزاف ديال الكليبات والكليبات ديالك والكليبات ديالك بزاف الناس تهموك بالاغراء وانك يعني كيكونوا فيهم يعني إثارة اكثر وشي حوايج اللي ما نكذبش عليك انا شخصيا ما نقدرش ندوزهم مش لهذه الدرجه لا مش لهذه الدرجه لا كاين كليبات اللي نقدروا نشوفهم من بعض لقطات كاين واحد الكليب يعني فيه صور شويه احتراما للمشاهد اللي كيشوف فينا لهالدرجه تنهضر المغاربه ما نقدرش ندوز لهم ديزيماج بحال هكا سينو علاش؟ بغيت نعرف علاش كتستعملي اغراء بزاف في الكليبات ديالك بصراحه خلينا نرد اول حاجه ندافع على نفسي بليز كليباتي مش خديشه للحياه على فكره اذا في نظرك طبعا كل واحد عنده حريه تفكير وحريه راي وهذا رايك الخاص اوكي انا بغيت نشوف واحد الاعلاميه معروفه في الخليج وفي الامارات اعتقد اللي انتقدتك بواحد الشكل خطير واحد النقد لاذع وهضرات عليك بشكل سيء بزاف ما عرفتش شتيها ولا لا غادي نخلي الجمهور يكتشف شنو قالت عليك بالضبط انت وئام دحماني شفته انا قبل ايام وصدمت يعني صراحه ما اقدر اعرضه كله يعني صراحه حفاظا على الذوق العام للسوء اللي فيه وهو كليب وقام الدحماني يعني الصراحة اسمه وش أسوي لا 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 أنا الصراحة لما شفته صرت أنا فعلا أنا اللي وش أسوي يعني غناء خليجي وقام الدحماني مغربية وقعد يعني واللبس جدا فاضح يعني حسيت أن أنا قاعد أشوف شو ستربتيز عرض للعراة وليس أغنية أو كليب وأنا رأيي أن الصراحة هذا المفروض يمنع من جميع الفضائيات لا يبث هذا الشكل ويعني أوفر 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 هي انتقدتك بواحد الشكل خطير شنو جوابك بصراحه اذا انا اوفر طيب هيفاء وهبي ايش انا ولا حاجه يمكن هيفاء هي تصنف في من الاوفر من الاوفرات في خانه الاوفرات لا مي العيدان اول حاجه كنقدم لها تحيه خاصه من برنامجك هي اعلاميه مشهوره من الكويت وهي معتمده في البرنامج ديالها ان مش مدح الفنانات وانما ذبح الفنان تشويه صورة الفنان كتذبحهم مزيان وكتشوههم لغرض انه ينجح برنامجها وهذا من حقها ولكن مش بهذه الدرجه خاطئه لان بعض الاحيان يعني هذه الاشياء يعني كتخدش بحياه الفنانه او كتمس شرفها او وعلى فكره انا كنت بعثت لها ايميل وقلت لها كان شكرك يا مي على انك اول حاجه تفرجتي في كليب ديالي وثاني شيء درتي علي بحث كامل وضيعتي ساعه كامله وهي كتتفرج عفوا ساعه كامله وهي كتتكلم عن برنامجي عن كليبي ساعه كامله خمسه وخلينا نقول بالتحديد 45 دقيقه وهي كتهضر على البرنامج شكرتيها قلت لها ثانك يو قلت لها ويا ريت لو ديري حلقه ثانيه وتتكلمي عليه اكثر واكثر لان هذا الشيء هو كيزيد في شهرتي مش كيقل او كيمس فيا لان في هوليوود كيقولوا اني بابليسيتي از ا جود بابليسيتي
اي حاجه اني بابليستي يعني اي حاجه فيها اشهار فيها اشهار فهي مزيانه سواء كانت ايجابيه او سلبيه فهي دائما لصالح الفنان. ما تبعتيهاش قضائيا ولا شي حاجه؟ لا بالعكس انا فرحانه جدا بهذا الشيء هذا. دابا غادي نخرجوا من هذا شويه من هذا الموضوع هذا وغادي ندوزوا لواحد الفقره عندنا في البرنامج هي فقره في اي بي واللي كنستقبلوا فيها في هذه الحلقه هذه الحاجه الحمدوشيه. يلا مشاهدينا مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج في اي بي. اليوم معنا واحد الفي اي بي كبيره سيدي رشيد وتبارك الله عليك وخمسة الخمامس والورد في الكمامس الله يحفظك الحاجة. قول لي فاش زاديتي بالحق بالضبط؟ ما مترخاش يا وليدي. وعلاش الحاجة؟ حيت تزاديت قبل ما يتخترعوا الستيلويات بسيمانة. سمعنا بلي صبالك يعني ربحتي في مسابقة ملكة الجمال المغرب في الستينات، كيفاش؟ إيوا كنت غير بوحدي في المسابقة وجاب الله التيسير وجيت أنا الأولى. واخا الحاجة بصحتك وراحتك غايت تفلى عليا ما كاين باس. قول لي واحد القضية، اش خبار العيطة؟ أويلي يا وليدي اش كتقول؟ العيطة شراوة فرانسيس وما بقات سميتها العيطة كاع. إياه إوا وشنو ولات سميتها؟ هابي الموا سيل تي بلي. كاينين شي ناس اللي ما عندهمش مع العيطة، اشنو خاصهم يعملوا؟ سهلة ما يعيطوش. إوا وشنو يعملوا؟ غير يبيبيو وأنا نعيط. إوا هي اللي طلعتي لينا دابا مشي عيطة مزيانة مولاتي؟ هي اللي ما تعودش. بسم الله. وحميد وخليد وسعيد. وشكون هادو الحاجة؟ على من كتعيطي؟ إيوا على الكارد كرة ديالي حيت شتك وليدي كتسلى معايا. الحاجة الحمدوشية الله يعطيك الخير سمعناك غنيتي واحد الأغنية ديال هالكاس حلوم ولكن شحال هادي ما سمعناك غنيتيها علاش؟ واخا اسكت. نهار غنيت الكاس حلو طلع لي السكر ما شكيت عليك ومنها لي الطبيب. الله يجيب الشفاء الحاجة. حنا عارفين واحد القضية بلي انتين أحسن ميطرناجورة في المغرب ولكن واش كتعرف تعومي بعدا؟ أويلي استغفرت الله العظيم معلوم كنعرف نعوم. إيوا وعلاش ما قابلتيش البحر نهار ضربنا ديك الميني تسونامي؟ أنا بعدا كنت مقابلة البحر الله يرحل ماشي لا يهجم وزايدون قالوا لي حضي معك تسونامي مشى بالي مع الشيخة بقيت حاديها تتحت من فوق القعده. ما فاض علينا في بلاطو اجي الحاجه قبل ما تجي عندنا واش خليتي شي واحد ما قبل البحر وبلاصتك وفادي انا ما نفعك بوالو يا ولدي عيط على علال القادوس. شكرا دي جي افرو بارك الله عليك. الناس يمكن يقدروا دابا المغاربه ملي شافوك مزيان معنا في البرامج يتفكروا المشاركه ديالك في الملحمه اللي دارت ملحمه المغرب المشرق واللي كانوا فيها مجموعه من الفنانين المغاربه. صح كان جمال دبوز كان دوزي كان لمياء الزايدي نوار كانوا الفنانين اللي كلهم كنعرفوهم ولكن فجاه لقينا واحد الفنانه اللي ما كنعرفوهاش محطوطة وسطهم ولابسات كشيطة صفراء وكتغني. أييه تكشيطة صفراء هي أنت. هي أنا. نشوف واحد مقطع صغير نشوف ونرجعوا ونعرفوا علاش وكيفاش. يلا نشوف. بزاف ديال الناس أنا بعدا ما عرفتش كيفاش حتى دخلتي الملحمه مع العلم ان بزاف ديال الناس انتقدوا هذه القضيه وقالوا كيفاش جابوا هذه السيده هذه اللي اصلا لا تعترف بالمغرب. لا اعترف بالمغرب زعما في مجموعه من المناسبات ما كتذكريش اسم المغرب. لا اسمحي لي يا وئام. لا اعترف بالمغرب لا بالعكس انا اول حاجه فرحان اني اول حاجه لابسه الزي المغربي. وحدة العالم المغربي. شكرا
واخا لنا شو مالك واخا لنا شوف وانا شوف انا كنهضر من حيت انا ما نكذبش عليك وئام انت علامي حقك تقول انا كنهضر وكنسول وانت عندك حق الرد اكيد فانا فاش قلبت مع فريق الاعداد يعني ما لقيتش شي وقيته اللي كتهضري فيها على المغرب هادشي علاش انا طرحت عليك السؤال ولكن انا عمري ما نكرت اصلي عمري ما نكرت اصلي يا رشيد بالعكس بكل شرف واكيد وبكل عز انكم نقول انا مغربيه واحمل جنسيه المغربيه وفرحانه بهذا الشيء بس سبحان الله الانسان فاش كيعيش برا ارض المملكه اكيد كتاثر فيه يعني لهجه ثانيه او لغه ثانيه او ثقافه ثانيه فهذا اللي حصل معايا لا اقل ولا اكثر ويام بغينا نديروا دابا واحد القضيه بغينا هذا فقره من بين فقرات البرنامج ديال هذا الموسم هذا كنعيطوا لشي فنان وكنديروا ليه واحد الكانيولاغ تليفونيك يعني ايوا بحال مقلب عبر الهاتف كنعيطوا ليه وانت غادي تشدي فيه شي شويه وهذا النهار هذا طاح الاختيار على الفنان عبد الخالق فهيد والفنان فكاهي عيطي ليه على اساس انك معجبه به وبغيتي تلاقيه طيب معجبة لا ولكن هضري معاه بصوت مرتفع وهضري معاه بالخليجي يلا تفضل الله يسلم الو عبد الخالق مساك الله بالخير الو مساك الله بالخير عبد الخالق الو عبد الخالق مساك الله بالخير الو السلام عليكم وعليكم السلام شخبارك شكون معايا شخبارك عبد الخالق الحمد لله الله يبارك فيك انا وايد 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 معجبه فيك دخلنا لك بالله ومنك المولاك منك المولاك لك كذبتي والله العظيم اني معجبه فيك دخنالك والله اي أيوة والله ودي عبد الخالق ودي اشوفك واسلم عليك واتصور معك دخنالك والله اي أيوة والله دخنالك والله واش عارف اش كتقولي ولا هذا وشويه لاباس في بعدك من خير عبر الطونسيو عبر السكر عبد الخالق والحمد لله ملي كتسقمياش كل اخت قدمي لي راسك انا مزوطي حبيبي عبد الخالق انا ري على حبيبي تسمعك المدام الليله بلغ المدام الليله نولي والله ما قدرت انا مزوطي شكون شريفي انا بلغها تحياتي قول لها بس هذه معجبه فيا وخلاص معجبه فيا؟ اه والله احلف لك عبد الخالق انا اكون ممنونه لك اذا اخذت معاك عشاء في مطعم رومانسي ممكن اخذ معاك عشاء في مطعم رومانسي؟ مطعم رومانسي يعني تي ولا انا؟ شكون اللي غيخلص؟ ودخلني عليك والله بغيت نسولك ما بالك هاد الليله انا مع وليداتي عاد عيطتي دخلني عليك عبد الله بس انا شو اسوي انا معجبه فيك انا ما اقدر انام الليل ايوا ندوز لك المدام باش تدوي معاك لا انا ما اقدر انام الليل عبد الخالق ايوا شو الانسان يدير رقاد صفقات على فهيد شكون سي فهيد شكون سيدي معاك مباشره رشيد شو الله يحفظك يا رمزان كي داير جميل زي رشيد الشو الجميل الله تحياتي ياك ما خلقنا لك صداع مع المدام والله يخلف لك حتى زيد فيه الله يكبر فيك شكرا تصفيقات على عبد الخالق فهيد تحياتي حبيبي تحياتي مثلتي فيلم سميتو عشق خودة ياك وكذلك مثلتي في واحد المسلسل خليجي اللي هو حب مستحيل فيلم تلفزيوني حب مستحيل ودرتي مسلسل درت ثلاثة المسلسلات من بطولتك كيفاش كديري هذه القضية هذه التقديم والتمثيل والغناء والكليبات وفرقة ديال الرقص سبع صنايع ياك ورزق ضايع لا ما ضايعش اخويا علاش كتمشي تسلفي مع دمك ملي ما ضايع كيعجبني الحياة ديال لاكجري
قل يعني لكجري لكجريس لايف حياه اللي فيها ترف. ومنين كتمثلي في افلام كتستهدري بالخليجي ولا باش كتهدري؟ اي طبعا اكيد وعلى حسب الدور، مرات باللهجه الاماراتيه، مرات باللهجه السعوديه، مرات باللهجه البحرينيه، على حسب الدور وعلى حسب المسلسل والبرامج التلفزيونيه. بعض الناس كيقولوا، وانا شخصيا تفرجت بعض المقاطع ديالك، جاني صوتك شويه قريب للصوت ديال رسوم متحركه. علاش ما ديريش نشوف واحد المقطع وفهميني، قولي واش كتهضري ديما بحال هكا ولا غير في هذا المسلسل؟ يلا نشوف المقطع. مسكينه تعرف شاطره مره شاطره، وتحضر كل محاضراتها، حتى كل الاساتذه وكل الدكاتره اللي معانا في الجامعه كلهم يموتون فيها ويحبونها. وتعرف واش نسميها في الشله؟ وش تسمونها؟ نسميها امنا هيا، لانها مره حريصه وما شاء الله عليها ما تحب الغلط، وبعدين دائما تنصحني. مسلسل ملحق بنات، مثلت فيه دور اميره سعوديه او بنت من الطبقه البرجوازيه السعوديه. الدور انه وحده جد 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 دلوعه بزاف، لدرجه ان هي كتقمص دور وحده طفله. ويام في نظرك المغاربه كيعرفوك ولا ما كيعرفوكش؟ ممكن في ناس بزاف كيتفاجئوا بان مثلا اني مغربيه، ما كانش كيسحب لهم انا مغربيه، ولكن انا هذا مش عيب. انا كنقول لهم اي فنانه مقيمه خارج ارض المملكه لازم حق الجمهور المغربي انه يعرفها، ولازم هي تتواجد، مش عيب ان هي تبين نفسها للجمهور وتحضر مثلها البرامج القويه ما شاء الله والمعروفه في المملكه مثل رشيد الشو اكيد، وتحضر في المهرجانات السينمائيه وتكون متواجده اعلاميا. واخا هنا وئام غادي تسولنا الناس في الشارع وقلنا لهم واش كتعرفوا وئام الدحماني، وكانت هذه هي الاجابات. شوفوا تعرفي وئام الدحماني؟ لا ما كنعرفهاش. كنعرف عارضة ازياء. عارضة ازياء؟ شكون هي زعما؟ واش هي اللي غتقدر تكون في سودو دوزيام؟ لا ما حصلش ليا السعر. لا ما كنعرفهاش. تقدر تكون كاتبة ولا شي حاجة بحال هكذا، المهم ما تكونش في التمثيل ما عرفتش. جو بونس. لا خويا ما عرفتش. كاع؟ لا. كنعرفها مغربية كتمثل في بوليود؟ لا. وكاين سامع بها؟ نو باريت. يمكنش نعرفهم، نجي نقلب انا وئام الدحماني وغنعرف انا شكون وئام الدحماني. حتى السميه ديال وئام مغنية. انت كتعرف وئام؟ لا ما كنعرفهاش. كتعرف وئام؟ لا خي ما كنعرفهاش. كتعرف وئام الدحماني؟ لا. حاجة كتعرف وئام الدحماني؟ لا. واش كتعرفوا وئام الدحماني؟ هذا لا خويا رشيد ما كيعرف حتى واحد. ما عرفوش بزاف. إذا كيما شتي الناس ما عرفوش عادي، فهذه فرصة، يمكن هذا البرنامج هو اللي غادي يخلي ان المغاربه يتعرفوا عليك ان شاء الله اكثر. اتمنى ياك اتمنى. ودابا لحد الان مثلا سمعنا صوتك، ما كرهناش تغني لنا شي حاجه. شو بغيتي؟ اي حاجه. اول اغنيه لي. ايه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. تصفيقات على وئام الدحماني. ثانك يو. خدام خدام. اهلا وسهلا نورت القلب بحبك، اهلا وسهلا قرأ يمي رساجن، انا قلبي حبيبي يتمنى يعيش بقلبك، انا قلبي حبيبي يتمنى يعيش بقلبك، اهلا وسهلا قرأ يمي رساجن، اهلا وسهلا قرأ يمي رساجن، مجامو مناتشو ديفاني بنك جوغن، مجامو مناتشو ديفاني بنك جوغن. ولكن وئام واحد القضيه بغيت نقولها لك. بعض النقاد وبعض الناس كيقولوا بان يعني صوتك يعني ما كيتصنفش مع المطربات، يعني صوتك دابا ملي غنيتي مباشره بصراحه يعني اسمح لي ما تخلقيش عليا. لا عادي ما طربتينيش. اوكي انا لست بمطربه. انا مؤديه عادي،
وفي كثير من الفنانات بدون ذكر اسامي هما مؤديات كثير. مؤديات؟ ايه ماشي مغنيات. لا دونك انت ماشي مطربه. لا انا مؤدي عادي وكنقولها. واكبر مؤدي في العالم العربي اوكي اللي ماشي انا اللي كنقولها يعني النقاد وناس فاهمين في الفن اكثر عني وعندهم باع طويل في المجال عبد العلي محافظ اكبر مؤدي. طبعا اسمح لي انا لا 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 هذا يعني لا. طبعا انا 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 شخصيا ما 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 نبغيكمش تصفقوا على هذه القضيه لان ما يمكنش عبد الحليم حافظ طبعا اكبر مؤدي تبارك الله الهرم ديال 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 عمرك سمعتي عبد الحليم حافظ كيقول العربه ف هذه اساءه لعبد الحليم ممكن لا لا مش اساءه مش اساءه مش اساءه مش اساءه لا هذا واقع واخا كل انت كتحملي مسؤوليه ديال الكلام ديالك اوكي غادي نشوف واحد واحد السيد معنا في البرنامج اللي هو شكيب عصفور اللي عنده مشكل مع القضيه ديال الزياده في الاسعار اوه اوكي عنده مشكل ديال المعيشه غادي نشوفوا سكتش ديالو ونتلاقاو يلا اما لك شكيب قتلني الجوع اخويا راشي داك النهار سخراتني امي تقضى الضروريات وعطاتني الفلوس لاصقين حيت عارفاني انا الريف مد ليا مديت ليه هو يقول لي اجي فلوس ناقصين قلت لي انت مالك بغيتي تقول عليا شفار قال لي لا راه غلاو في كلشي قال لي غسير الجلاخ انا نقيد اللي ناقص في الكارني ومن هنا تحيه لكاع مولين الحوانت هما الممول الرسمي لاتاي ومسمن يا ما تقشوف المهم دخلت عند امي نبأتها بالخبر وهي تكوفر انت مالك امي انا كل شهرين كنعطيك بحال هاد الخبيرات وعاد عندك تكوين مكتف كل رمضان انا جاني امي كديرها لهم بالعاني وصافي المهم جبدات كاع اللي فيها فلوس واحد الاجنده سطراتهم فوق الطبله ويطرطقوا لها اربعه ديال الشيبات ديريكت لايف مشات كتجري طيحات مكانه ديال الضو قطعات علينا الماء وطفات على اتاي ودارت عند امي جده قالت لها متاكده الا كليتي مخينزه في بلاصه الضو السكر ما تبريش وقالت لي انا ما تخدمش الشمور اين هو حنان امي اين هو حنان امي درت لينا التقشف العشوائي ماكله الانجليز الشمعة المنطيح وقرعة ديال الماء والتلفازة كتشعل غير مع البرلمان حاضية ملي تجيها 1200 دركس طاقة يلا بغات نوض ونقول لها امي غاجلسي انا غادي لهم مشيت لدار الضو وانا نقول لهم واو ياك الاحصاء جعدنا لقيت اللاجة التلفازة بارابول وميديا واللي قال لي يا كاينه فويت غادي نتنحر عليه غتبقاو تنقزو غنديرو الطاقة الشمسية ونجيبوها حابسة انا الصراحة فهمت ان الماده الاوليه كتزاد هذا مساله عاديه ولكن تزيدوا في السنطره ديال الموتور ما نقبلهاش ما نقبلهاش غنضطر انني ندخل الكاري على مولين الدار ونزل نتكوفر معاهم حتى انا في الصالون انا جلست شويه ثاني مزيان وانا نفكر وانا نلقى داك السيد اللي دار لنا الغلق عنده بعد نظر فلسفي لانه بنادم مع هذا الشيء كيحتفظ على الطاقه كياكل على قد كرشو وكيكثر من المواصلات العموميه هادشي ملي كيديروه الناس مولين الفلوس كتسمى ليكو كونسوماسيون ملي كيديروها اللي ما فحالهمش كتسمى الفقر كيجيتك صعيب وفلسفه نيكول انت هي الطاقه في تقديمك البرامج وئام واش كتعتمدي على على واحد كتوجدي الاسئله ديالك ولا تيكون داك الشيء غير لا طبعا اكيد توجد اكيد لازم توجد ولكن شفناك مشيتي لواحد المهرجان في المهرجان ديال الفيلم دي مراكش ودرتي حوارات مع مع مع, مع نجوم وكتعاودي نفس السؤال يعاد انك شفنا يعني انترفيو واحد كيتعاود نفس كتقولي لهم اش رايك في المهرجان لا ما كتقوليش اش رايك كتقول لهم شو رايك في هالكم الهائل من الفنانين نشوفوا مقطع من هذا الفيديو ونتلاقاو يلا معانا النجمة السينمائية حبيبة قلبي احنا شفنا بعض في مهرجان الدوحة ونشوفك اليوم بعد في مهرجان مراكش شو رايك بهذا الكم الهائل من الفنانين بتقولي كيف ايه المهرجان شو رايك في الكم الهائل من الفنانين بحب جدا مهرجان مراكش اولا مراكش كبلد تجنن ومثل في كثير من المسلسلات الخليجية نعم احنا جدا سعداء بتواجدك معنا في هذا المهرجان، شو تقول عن هذا الكم الهائل من الفنانين؟ بصدفة
صدفه 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 اي والله صدفه سبحان الله. شو تقولي على الكم الهائل من الجمهور اللي موجود هنا معانا؟ صدفه 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 ياك اكيد. وئام خويا وصلنا لاصعب مرحله في البرنامج هي مرحله الصراحه. واش انت مستعده؟ شوف راني قاسه القصه ديال الكرسي الصراحه. مستعده؟ يا هاد الفقره هذه ما كنضحكوش فيها. اوكي نبداو. لاي درجه وئام دحماني ماديه؟ واقعية ولست بمادية. يمكن لو جيتيني قبل 7 سنوات كنت غنقول لك رومانسية، يعني كفيني أني زوج إنسان كيحبني وكنحبه ونعيشه ناكله بحال كيقولوا الخبز وأتاي وصافي وعادي وإحنا عايشين والحب كل حاجة في الحياة. بس لا، الحب ماشي كل حاجة في الحياة. لا أكيد المادة لها دور كثير في الحياة. أنا نبغي ولدي ولا بنتي يعيشوا في مستوى أحسن اللي أنا عايشة فيه. إذا أعوذ بالله حد من ولادي مرض ولا تعب ولا شي حاجة، تكون عندي إمكانيات أني نسافر به برا في الخارج نعالجه. فإذا ما كاينش المادة ما نقدرش نعيش في هذا المستوى هذا. تسمعني بأن بعد الطلاق ديال الأب ديالك مشيتي عشتي مع الأم ديالك في الإمارات، وسمعنا بان العلاقه ديالك مع الاب ديالك متوتره وانكم ما كتلاقاوش وما كتشافوش وما كتعيطوش. واش هادشي صحيح؟ لا ما كنشوفوش بعض. شو السبب؟ كل واحد مشغول في حياته و... كتحسي بهذا النقص ديال الأب حسيتي به في حياتك في شي مرحلة من أكيد. مازال ما عندكش الجنسية الإماراتية؟ لا. إذا طلبوا منك تنازع الجنسية المغربية باش يعطوك الجنسية الإماراتية، واش تقبلي؟ على فكرة أنا الوحيدة اللي في عائلتي في الأسرة ديالي اللي ما عنديش الجنسية الإماراتية. يعني خوتي أمي كلهم عندهم. قدمت على الجنسية 2002 ولكن الجنسية في الإمارات شوية صعبة، يعني خاصة أن أمي عندها جواز أبو ظبي فشوية كيفرق الموضوع، يعني صعب. لا ما قدرش نقول أنني نتخلى عن جنسيتي المغربية وناخذ الإماراتية. ممكن نحتفظ بهم بجوج بس أني نتخلى عن الجنسية المغربية لا صعب. في الانترنت أنا كنقلبوا في الانترنت لقينا بزاف ديال الصور ديالك، صور ديالك اللي بعض المرات اللي حنا انا ما قدرش ندوزهم في الحلقه لهالدرجه. لان فيهم شي لبس شويه. واش عمرك ما ندمتي انك واي ابدا؟ على شو غندم؟ اي حاجه انا مريت منها الا وهي تجربه مهمه في حياتي، الا وهي غتساعدني حتى شخصيتي تتغير، حتى وجهه نظري للحياه تتغير. فعمري ما ندم على شي حاجه مريت منها، بالعكس الانسان يتعلم، حتى لو درت شي خطا نتعلم منه. شنو تجاوبي الناس اللي كيقولوا عليك انك مغروره وانانيه وانك كتبغي تاخذي بلاصه ناس اخرين؟ ابدا ابدا ابدا، بالعكس انا كنضحك. انا ابدا مش مغروره، جدا 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 متواضعه. مش حيت انا وئام كنهضر على نفسي، بس انا عندي مبدا في حياتي ان من تواضع لله رفعه. وبالعكس اذا انا يعني تكبرت او حسيت بغرور كيف غنوصل للشهره وكيف الحب الناس؟ هذا ترى الفنان من دون حب الناس زيرو، والله العظيم فنان من دون حب الناس زيرو، ما يسوى حاجه.
اذا الناس ما حبتنيش طيب انا شو ندير يعني؟ عمري ما نوصل الشهره اللي انا نحلم بها. ويام دحماني ام، شكرا لك، شكرا اللي حضرتي معنا في هذه الحلقه هذه. قبل ما ننهيو الحلقه، اخر فقره في البرنامج هي فقره ديال التحدي. غادي نخليك تعرفي على التحدي ديالك حالا. اوكي. ويان دحماني، كنعرفوك بانك كنت خدامه في قناه ديال الرياضه، داكشي علاش بغينا نختبروا قدراتك الرياضيه. غادي نلوحو لك الكواري وخاصك تشديهم وتماركيهم، ولكن المهمة ما غتكونش سهلة، لأنك غدير هادشي كامل وانتي لابسة التكشيطة ولا ما نعرف القفطان ولا جداك الشي. غتكوني لابسة اللي قاد في يديك واللي طال مفرجليك. يلا بيني ليا. هيا بنا، تفضلي. هيا بنا الى اللعب. اذا عندك وئام، كما غنشرح لك القانون المسابقه، القانون ديال التحدي هذا هو ان غنلوح لك الكرات ياك في السماء، انت غتحاولي تشديهم من بعد تحطيها. ايوا، من بعد غتيري وخصك تماركي هنايا 10 المرات. خصك تماركي، الا ما ماركيتيش الكره 10 المرات في ظرف 2 دقائق خسرتي التحدي. يا الله. بدينا سيخه سنه وئام دحماني. شو يعني توقف لهي حدا الباب؟ فين؟ Here we go. Let's start. يلا. تلاتة. شوية غشني غشني. يلا. We go. يلا. هاك يلا، شو واحدة تطلع للسما. أويلي على الراس. لا لا، برجلك برجلك برجلك. برجلك. صعيبة صعيبة. يلا برجلك دابا يلا. يلا هادي 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 عاود. واحد زوج. سبيقة سلاوي أم دحماني. السلام عليكم، تفضلي معايا. ثانك يو. ويام تبارك الله عليك، شكرا لك، شكرا اللي حضرتي معنا البرنامج. تبغي تقولي شي كلمه للمغاربه اللي كيشوفوا قدام هذه الكاميرا، شنو تقولي لهم؟ نقول لهم انا جدا سعيده اول حاجه بتواجدي في المملكه المغربيه الحبيبه، اكيد بلدي الحبيب، وسعيده بتواجدي معك في رشيد شو. الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا. وانا دائما معتزه بهويتي وبوطنيتي المغربيه، واكيد عاش الملك والله الوطن الملك، والله يطول في عمر اكيد سيدنا الملك محمد السادس، والله ينصره ان شاء الله. وبس، واتمنى ان شاء الله ان ينال اعجاب المشاهدين هذه الحلقه ان شاء الله ان شاء الله. ولكن قبل ما تمشي غادي نعطيك واحد الكادو اللي كنعطيو لكاع الضيوف اللي كيجيو عندنا، اللي هو واحد لو بورتري مرسوم. اياه فوالا، كاريكاتير. ثانك يو. كاريكاتير وئام دحماني، زوين. وي لا حواجب رديتيني فيهم. لا الخالات وما هذوك. والخالات ما نساوكش. زيد الحواجب شويه، زيد. ها خالتك، ها خالتك. ها خالتي. عمتو. وئام شكرا لك، تبارك الله عليك. شكرا لك. انتم كنضرب لكم واحد ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.